بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. كونكت 5، المراجعة الشاملة للصف الخامس بالإجابات إن شاء الله هنشرحها ونوضح كل سؤال إزاي هنحله بالتفصيل بإذن الله تعالى، وهنراجع كل نقاط المنهج على شهر أكتوبر. هنبدأ بسم الله تعالى بالسؤال الأول، وهو إن هو بيجيب لي مجموعة من الكلمات ومجموعة من الجمل أو على هيئة محادثة، يعني ممكن نشوفها كده أو نشوفها على هيئة محادثة، وأنا المفروض إن أنا أكمل الأماكن الفارغة دي بالنقاط اللي فوق حسب معاني الجمل. I bought، لازم تعرف لي كلمة بوت يعني اشترى، وهي الماضي من كلمة باي اللي خدناها في الدرس الأول في الوحدة الأولى بمعنى يشتري. أنا اشتريت كذا for my colorful birds. birds يعني طيور. طب هشتري إيه للطيور؟ واحد يقول لي ممكن أشتري لهم أكل، ممكن اشتري لهم مثلا عسل، ممكن اشتري لهم قفص. يبقى اقرب حاجه ليهم هي كلمه كيج يعني قفص، هشتري لهم قفص عشان يحطوهم فيه. هي هاز نو ماني، نو ماني يعني معهوش فلوس، الراجل ده معهوش فلوس، يبقى هو ايه؟ يبقى هو طبعا كلمه بور يعني فقير. بيز اللي هي النحل، بي يعني نحله، النحل بيعمل ايه؟ على طول انت اول ما بتشوف نحل بتفكر في مين؟ فهاني اللي هي الايه؟ العسل. علشان كده هم حشرات مفيده بتجيب لنا العسل. هي كاتس ذا بوتيتو، هو بيقطع البطاطس عشان يعمل ايه؟ طالما بيقطع بطاطس يبقى هيعمل زبادي ولا هيعمل بطاطس مقليه؟ اكيد طبعا فرنش فرايز يعني بطاطس مقليه. احنا بنستخدم الميلك اللبن علشان نعمل ايه؟ عسل؟ لا طبعا عشان نعمل زبادي ياجورت. ذا نقط ليست اسمها ايه ليست بقى؟ هي اسمها شوبينج ليست اللي هي قائمه التسوق. يبقى السؤال الاول في الامتحان هيجي بالشكل ده. ندى اند مام، ندى ومامتها ار باينج، بيشتروا نقط اند مانجوز. هنا اند يعني وا، فاشترت ايه مع المانجو؟ اكيد تفاح، فهياخد ابلز، اشترت تفاح مع المانجو من السوق. ندى وود لايك، التعبير اسمه وود لايك سم، يعني لازم يجي بعديه سم، فعشان كده هنختار كلمه سم، عايزه شويه جزر. مام نقط سام جريبس، ماما عايزه بقى، ماما مفرد يبقى تاخد الفعل زائد اس، عشان كده اخد كلمه وونتس، عاوزه تشتري شويه عنب واناناس. مام اسكس اباوت، اسكس اباوت بتطلب نقط سام فيش، تطلب سام اباوت باينج سام فيش، عايز تشتري شويه سمك. ندى از فيري، ندى متحمسه قوي بقى وحابه الموضوع ده. طيب اي جو تو سويمنج، مقطوعه ثالثه، انا بروح السويمنج السباحه. نقط if I want to swim، اروح سويمنج ايه؟ طبعا اسمه سويمنج بول، حمام السباحه. I do high kicks، الهاي كيكس اللي هي الركلات العاليه اللي بتضرب بيها برجلك. دي في لعبه ايه؟ طبعا في لعبه الكانغ فو. طيب انا بلعب تنس بقى، بلعبه فين؟ في البيتش بتاع كره القدم؟ لا طبعا، بلعبه في الكورت اللي هو ملعب الايه؟ ملعب التنس. طب بلبس ايه في السباحه؟ طبعا النضاره المربوطه اللي هي اسمها نضاره السباحه. I love it chocolate، بحب الشوكولاتة، but it's not، بس كلنا عارفين الشوكولاتة إن هي إيه؟ unhealthy، غير صحية. We should eat a كذا، إحنا لازم ناكل a كذا، بناكل إيه؟ a little، يعني قليل، قليل من الشوكولاتة. أخويا بيحب الطعام الصحي، فبيحب كذا مع السمك، يبقى بيحب chicken، الفراخ مع السمك. الفواكه والخضروات برضو صحية، وأنا بحب المانجو، ونقدر نعمل إيه للشجرة في الحديقة بتاعتنا؟ طبعًا grow. نقدر نزرع المانجو تري في حديقتنا. طيب الهدايا مالك، البنت دي بقى was born، اتولدت في ابريل 21 93. she began، بدات التمرين لعبه التايكوندو at the نقط of 7، طبعا at the age، في سن السابعه او في عمر السابعه. فازت بامبورتنت awards، او هي المفروض برايز يعني، علشان ايه؟ جوائز كثيره او منح او هدايا كتير. She won the bronze medal، فازت بالبرونز، بالميداليه البرونزيه في الاولمبيكس سنه 2016. She is not hard، hard بقى يبقى براكتس، بتتمارس، بتمارس، بتتدرب بجد علشان تفوز بالميداليه الذهبيه. الخمسه، الفارمرز، الفلاحين بيزرعوا تشيك بيز، الحمص، في صفوف، والتشيك بيز امبورتنت ايه؟ طبعا امبورتنت ان لوت اوف ريسبكت، طبعا هي هتبقى انجريدينت هنا، سوري دي جايه غلط،
المفروض هتبقى انجريدينت الاخيره دي، علشان يبقى الحمص ده مكون اساسي في كثير من الوصفات والاطعمه. على سبيل المثال احنا بنحط الحمص في الكشري وتشيك بيز، الحمص ار ذا نقط اوف تشيك بيز، هو السيدز بقى، هو البذور بتاعه الحمص. التشيك بيز جود فور اور، كويس للايه؟ للدايجستيف سيستم، للجهاز الهضمي. يبقى الاولى اتكتبت ليجيومز لكن هي انجريدينت، تمام؟ طيب دي المحادثه اللي احنا بنقول عليها بالشكل ده ممكن يجي، وده المتوقع. المذر بتقول له وير ار يو جو، وير ديد يو جو، انت رحت فين؟ قال لها اي ونت تو ذا، انا رحت يبقى عايز مكان، الماركت، السوق. طب وات ديد يو باي، اشتريت ايه؟ قال لها اي بوت سم، اشتريت بعض البينز، الفول. طب هاو نوت ديد يو بلاي، طبعا هاو ماتش، طب بتلعب دفعت قد ايه؟ باي، قال لها دفعت 10. السؤال الثاني ان احنا هنكمل المحادثه بمجموعه من الكلمات. ماي فيفورت سبورت از كذا، عاوزني ارقم هنا، از باد ولا از جيم ولا از كورت ولا از بلينج ولا از سكواش. طبعا هو عاوز اسم لعبه، يبقى هنا هيبقى رقم واحد، يعني هقدر اكتب كده في المكان ده كلمه سكواش اللي هي لعبه السكواش، تمام؟ طيب بيقول بقى انا دايما بلعبها، اي اولويز بلاي كذا ويز ماي فريندز، يبقى دايما بلعب ايه؟ ا جيم، يعني لعبه من يعني او ماتش من ماتشات الايه؟ الاسكواش. يبقى هو عاوز كلمه جيم اللي هي لعبه. بلعب اللعبه دي مع اصحابي، اي اولسو لايك سيلينج، بحب الابحار. بطيان نقط جود او باد ات ات، طبعا هو مش جايب جود، يبقى هنختار له مين؟ باد، بيقول ان هو مش كويس في اللعبه دي. ماي براذر از جود ات، اخوه كويس في ايه؟ هنجيب بقى الاي ان جي، لان احنا متفقين ان جود اد تاخد بعديها الفعل زائد ايه؟ زائد اي ان جي. المحادثه الثانيه بيقول لي ساره's favorite كذا از، يعني هي بتحب حاجه معينه، الحاجه المفضله لدى ساره هي الكذا. عمها عنده مانجو كذا في الجاردن، اكيد الناس كده بدات تفهم ان مانجو مثلا هتاخد تري، عندها شجرة مانجو. هي also grows، دايما بيزرع خضروات وطماطم وبطاطس ونقط، حاجة بتتزرع فوق، في بصل هو فوق، يبقى هناخد onions اللي هو البصل، ماشي. بعدين سارة also likes، دي برضو بتحب to eat، ان هي تاكل كذا، بس هي عارفة ان الاكل الكتير منها غير صحي، يبقى اكيد كده سارة قصدها على ايه؟ على الشوكولاته، تمام. يبقى اول واحده بقى فيفوريت ايه بقى؟ فيفوريت قاعد معانا مانجو ولا هيلسي؟ ساراز فيفوريت از كذا. كده ما قدمناش غير ان احنا ناخد كلمه ايه؟ مانجو، يعني الحاجه المفضله لديها، مع انها مش مقبوله قوي، الجمله فيها مشاكل بس تمشي. طيب جاك راح يبيع هيز كذا ان ذا ماركت، راح يبيع هيز ايه؟ الولد بتاع القصه راح يبيع البقره بتاعته. بعدين اون هيز واي في الطريق هي ميت ان اولد مان، قابل راجل عجوز. الاولد مان ده هات كذا بينز، عنده سبيشال بينز، حبات فاصوليا خاصه. وانتد جاك تو باي، عاوز جاك يعمل لهم ايه؟ يشتريهم منه. هو قال له الحبات بتاعه الفاصوليا دي والميك جاك هتخليك ايه يا جاك؟ هتخليك ريتش، يعني غني. طيب وات ار يو نقط، قال له ان اولد كذا ماتش، يبقى وات ار يو واتشينج، هناخد كلمه واتشينج دي اللي هي الاولى، وبعدين ان اولد جريت ماتش، لان وصف الماتش ان هو ماتش ايه؟ عظيم، ماتش عظيم. قال له دو يو ان اولد، لا ان اولد سكواش ماتش، هتبقى اللعبه نفسها بقى ان اولد سكواش ماتش، انا بحب العب ماتش، بحب اشاهد ماتش سكواش. دو يو لايك سكواش، انت بتحب السكواش؟ قال له يس اتس نقط، يبقى هيقول له اتس جريت هنا بقى، انه ايه؟ عظيم. وات اذر سبورتس دو يو لايك، ايه الرياضات الثانيه اللي بتحبها؟ قال له سويمنج اند اكيد هتبقى سيلينج اللي هي الابحار. طيب رقم خمسه بيقول له ذا فود كذا، بتوضح انواع النبات، اكيد هتبقى الفود تشين اللي هي سلسله الطعام، النباتات والحيوانات اللي هي بتاخد طاقتها. ات ذا ستارت اوف ذا تشين، في بدايه السلسله بنشوف النباتات
these are called ودول بنسميهم ايه؟ النباتات بنسميها بروديوسر يعني منتجين. بياخدوا الطاقة بتاعتهم منين؟ طبعا اكيد من ثلاثة اللي هي الصم الشمس. وفي النهاية الحيوانات بتاكل ايه؟ بتاكل نباتات او بتاكل حيوانات اخرى. البائع ولينا، البائع بيقول لها اهلا نقط يو لايك سم بانانز. طبعا التعبير بتاع وود يو لايك ده احنا عارفينه، حابه اجيب لك شويه موز. قالت له لا شكرا، اي وود لايك سم بس كنت محتاجه شويه، يبقى جرابس عنب علشان هي الحاجه اللي هتتباع فوق. بعدين قال له نقط اي ان جي، الاي ان جي بتيجي قبل كلمه هاو اباوت دي اللي هي ما رايك فيها، تبقى رقم ثلاثة. ايه رايك طيب تاخدي لك شويه جزر؟ قالت له شكرا. How about طب برتقان؟ قالت له no thank you I would like some apples، يبقى عايزة في الآخر إيه؟ شوية تفاح. بعدين بيقول لي مانجا، المانجا بتتزرع في مصر وإحنا نقدر نعمل الكثير من الكذا والأطباق with it، نعمل كثير من إيه؟ الدرينكس المشروبات، عايز أقول المشروبات والأكلات يعني. طيب we can make نقط مانجو جوس، يبقى نقدر نعمل ايه بقى؟ اكيد delicious مانجو جوس برضو، ولا عصير مانجو لذيذ، or cocktail juice، يبقى هتاخد delicious رقم اتنين وكوكتيل رقم تلاتة، or نقط جوس اللي هي كوكتيل جوس. we can also make a fruit salad and a mango cake، نقدر نعمل سلطة فواكه أو نعمل كيكة بالإيه؟ بالمانجا. I can't breathe because the air is، مش قادرة أتنفس عشان الهوا، نقط علشان الهوا إيه؟ عايز يقول إن الهوا toxic يعني الهوا سام، مش قادر يتنفس عشان الهوا إيه؟ سام. بنستخدم إيه يا ترى عشان نخلي الهواء جميل؟ بنستخدم الإير فريشنرز اللي هو معطر الهواء عشان يخلي الريحة كويسة. يوجد الكثير من الكذا من الكارز، طبعا اللي بيطلع من العربيات والمصانع بنسميه emissions الانبعاثات، واحنا محتاجين ان احنا look نقط، طبعا look after محتاجين ان احنا نعتني بكوكبنا. طيب رقم تسعة بيقول لي هما بيربوا chickens فراخ علشان يحصلوا على ايه؟ اللي بيربي فراخ عاوز ياخد منها eggs. طيب the نقط is a fruit فاكهة with a hard shell، فيها صدفة كبيرة من بره كده وأبيض من جوه، يبقى دي خالتك مين؟ الكوكونات. طيب أنا بشتري الخضروات منين؟ أكيد من الماركت اللي هو السوق. طيب الشوكولاتة لذيذة but not، الشوكولاتة حلوة وكلنا بنحبها بس هي مش إيه؟ مش هيلثي. طيب عشرة بيقول لي we are watching squash match، احنا بنتفرج على ماتش سكواش. I love squash and I am good at playing نقط تو، وانا كويس في لعب كده، عايز لعبة فوق يبقى ناخد له الفوتبول دي رقم واحد. قال له اخويا كويس في لعب at playing نقط. my mom's favorite are sailing، يبقى هنا I am good at playing، ما احنا كده مش عايزين غير لعبة واحدة، خلاص ممكن ناخد له سبورتس بدل ايه؟ انا كويس في لعب الرياضة، ونديله بقى الفوتبول رقم اتنين عشان اخوه يكون كويس فيها، او نعكسهم يعني ينفع هنا وينفع هنا، ينفع اقول انا بلعب رياضة كويس وينفع اخويا بيلعب رياضة كويس. تمام. my mom's favorite الحاجات المفضلة بتاعت ماما سيلينج الابحار والهاندبول. my brother and I اخي وانا بلاي ميني سبورتس بنلعب رياضات كتيرة. ان ذا كذا يا مكان الالعاب فين بقى؟ في الكلاب اللي هو الايه؟ النادي. بعدين في مصر بقى we have many kinds، عندنا انواع كتيره من الايه؟ من يبقى دي هتبقى سبورت. امال هو دلوقتي عاوز يعمل ايه بالظبط؟ هي الكلمات اللي فوق مش متناسقه مع الجمل، دي هتبقى سبورتس، هنجيبهم واحده واحده. ومكان الالعاب هيبقى كلاب اللي هو النادي، هي كده ناقصة حاجة. بعدين نرجع من الأول تاني، احنا بيقول we are watching squash، بنتفرج على ماتش سكواش. أنا بحب السكواش و I am good at playing. at playing ايه بقى؟ ما انت جايب playing اهو، يبقى هو هنا كان عاوز ايه بقى؟ I am good at playing squash، كان عاوز كلمة سكواش، أنا كويس في السكواش أيضا،
ما هو بيقول انا بحبه بشاهده وبحبه وانا كويس في لعبه، يبقى هو كان المفروض هنا عاوز كلمة ايه؟ اسكواش، بس مش جايبها، مش جايبها في الكلمات اللي فوق. بعدين my brother is good at playing football بقى، دي اللي هتبقى اتنين خلاص، وتلاتة هي واربعة. نيجي للسؤال التاني، وهو سؤال التوصيل، عايز يعرف الكلمات ألف بالب. طبعا كلمة توكسيك يعني سام هنوصلها بإي اللي هي فيري باد، حاجة سيئة جدا لو أكلتها أو اتنفستها. طب الإير فريشنر اللي هو معطر الجو هنوصلها بدي اللي هو حاجة بتخلي الهواء نظيف. طب الإيميجونز الانبعاثات أو العوادم بتاعت السيارات هي الغازات اللي بتطلع من العربيات أو المصانع، يبقى هنوصلها بي. شيد الظل متعلق بالشمس، حاجة مع الصن الشمس، يبقى نوصلها بسي. النايت مير هو الكابوس متعلق بكلمة دريم اللي هي حلم، عشان كده هنوصلها بي اي. طيب التوصيل الثاني، الجاينت العملاق طبعا اللي هو مان، مان فيري بيج مان او فيري بيج بيرسون، شخص كبير قوي، طيب هنوصلها بي. الجراب اللي هي معناها ينتزع او يخطف بسرعه، هنوصلها بالاي اللي هي كويكلي، بيخطف حاجه ويمشي بسرعه. كاسل اللي هي القلعه، ما بنطقش حرف التي، مبنى بقى، كلمه بيلدينج مبنى كبير، يبقى هنوصلها بدي. تشوب اللي هي يقطع، هتديني بقى معنى ايه؟ معنى كات، سي زيها بالظبط، كات يقطع والشوب يقطع. كيجي القفص اللي احنا بنحط فيه الايه؟ الطيور او الحيوانات بالاخيره. طيب ندخل على سؤال التوصيل، طبعا اكيد هتبقى ايه؟ لاعبه مصريه مشهوره، يبقى هنوصلها ببي علشان هي لاعبه تايكوندو مشهوره. ريفرز وليكس الانهار والبحيرات والبحار، كل دي بقى ايه؟ كل دي حاجات بتاعت ووتر، بتاعت ميه يعني. الووتر بلوشن تلوث الماء ممكن يعمل ايه؟ كان از بوسيبل ولا كيلو؟ ممكن يقتل الكائنات الحيه، كيل اورجانيزمز. طيب سيف از ماتش ووتر از بوسيبل، حاول على قد ما تقدر انك انت تعمل ايه؟ انك انت تحافظ على المياه، ماشي. طيب they are good at handball، هي good بتاخد بعدها at، يبقى هنوصل good at هنا. which are your كذا، which are your favorite sports، اهي جمع. طيب what are you good at، انت كويس في ايه؟ عاوز هنا بقى يعرفني انت كويس في ايه. طيب I bad at taekwondo because I don't practice، انا وحش في التايكوندو علشان ما بلعبوش بقالي كتير. طيب I play football، انا بلعب كرة القدم. Because they can move fast، ولا in a team، in a team بيلعبها في فريق. I have boiled eggs، بيقول ان هو عنده بيض مقلي. For breakfast، هياكلوا الايه؟ للفطار. طيب بعد كده she would like، طبعا would like دي يبقى ايه؟ عايزين بعدها حاجة. she would like a pineapple and orange، هي عايزة برتقانة وأناناساية. chocolate الشوكولاتة، عايز يقول هي الحاجة المفضلة بالنسبة لي، يبقى is my favorite. البلانتس والتريز دول بقى اللي بنسميهم ايه؟ producers، يعني منتجين. الفوتبول بيتش ملعب الكرة، اكيد ده اللي احنا بنلعب فيه كرة القدم، يبقى هنوصله ب سي علشان هي دي اللي مكان ايه؟ لعب الكرة القدم. طيب الكورت، الكورت اللي هو ملعب كرة التنس، اكيد هنوصله بالتنس. طب السويمنج بول حمام السباحة، هو بتاع السويمنج. طب الراكت المضرب بنلعب بيه السكواش او بنلعب بيه ايه؟ التنس. this is where I play squash، ولا this is what I used to play، طبعا دي هتبقى دي الحاجة اللي انا بستخدمها عشان العب بيها squash. طيب are there any tomatoes، عايزين الرد. yes there are، نعم يوجد. طب I am good at، تاخد بعدها ing. طيب النايتمير الكابوس ده حلم سيء، يبقى هناخدها بالاولى عشان معناها كلمة حلم. turn your oven، افتح فرنك علشان تسخن بقى، علشان ايه؟ تسخن الكيك.
What sports الرياضة اللي انت do we have in Egypt اللي عندنا في مصر. To grab means انك تنتزع حاجة معناها انك تخطفها بسرعة. When we cut some down لما نقطع حاجة يبقى بنستخدم الفأس، اكيد عاوز يقول كده او عاوز يستخدم كلمة chop اللي هي قصادها على طول يقطعهم. الجاينت العملاق اللي هو البيج بقى very big person شخص كبير. القلعة بقى المبنى الكبير خالص. نيجي بقى لسؤال القطعة. جاك وهيز ماذر كانوا فقراء أوي، يعني القصة بتاعت جاك. فبيقول لي أول سؤال، جاك ووز فيري إيه؟ جاك كان إيه؟ طبعا كان فيري بور، كان فقير خالص. طيب جاك ومامته كانوا عايزين يبيعوا إيه؟ طبعا هيبيعوا الكاو البقرة. طب جاك قابل الأولد مان في الطريق وهو رايح فين؟ وهو رايح الماركت السوق علشان يبيع الإيه؟ البقرة. طب what did Jack buy from the old man؟ جاك اشترى ايه من الراجل العجوز ده؟ طبعا كلكم عارفين حبات الفاصوليا اهو. جاك بوت ذا بينز، اشترى حبات الفاصوليا. طب why was mother angry؟ ليه مامته كانت غضبانه؟ قالت له we need food، احنا عايزين طعام يا منيل، not beans مش حبات فاصوليا. القطعه التانيه طبعا عن البنت اللي هي لعيبة التايكوندو المصرية. بيقول لي دي لعيبة ايه مشهورة؟ طبعا لعيبة تايكوندو. طيب لعيبة التايكوندو المشهورة دي، اهي نعمل داير بس على تايكوندو كده. فازت بالجولد ولا بالذهب في 2021؟ طبعا قال لي هو في 2021 كان شرف عظيم ليها ان هي فازت بالالعاب الاولمبية في طوكيو، واخدت بقى الايه، واخدت الجولد، يعني هنا قال لي برونز، البرونز اللي هي الميدالية البرونزية في 2021، يبقى هناخد كلمة ايه برونز. What did هدايا كاري at Tokyo Olympic Games؟ كاري يعني حملت اللي اخدته معاها في او نفذته هناك في الاولمبيك جيمز. هندور احنا بقى على الإجابة في القطعة على كلمة كاري اللي هي يحمل، اهي شالت ايه هي بقى؟ الايجيبشن فلاج، علم مصر، رفعت علم بلدها. وين ووز هدايا بو، اتولدت فين؟ طبعا هو بيقول لي امتى مش فين، امتى وين، يبقى الإجابة اون ابريل 1993. بالنسبة لسؤال البراجراف لو هو جابهولي كده، بيتكلم مثلا عن البروديوسر فود تشين سلسلة الطعام، وجايب مثلا بروديوسر اللي هو المنتج، فممكن نقول له ايه؟ plants and trees called producers، النباتات والأشجار تسمى منتجين. أول جملة مثلا على الكلمة دي، النباتات والأشجار تسمى ايه؟ منتجين. طيب customer sorry consumer، كونسيومر اللي هو المستهلك، هنقول له احنا ايه بقى على الكونسيومر؟ هنقول له الانيمالز ار كولد كونسيومر، بس مش لازم بقى اقول له ابتدائي واعدادي وثانوي وكبر الموضوع. بلانتس نباتات، هقول له بقى الكونسيومر ايت سمول انيمالز اند انسكتس، او ممكن اقول له ايه، اقول له ان الكونسيومرز ايت بلانتس، بس بكل بساطه الكونسيومرز المستهلكين بياكلوا النباتات، او المستهلك الاول اللي هو البرايمري. بعدين انيمالز اقول له بقى الايه، هنا بقى محتاج اجيب نوع منهم، مثلا ممكن اقول التريشري او السكندري هو اللي بياكل الايه، اللارج انيمالز الحيوانات الكبيره. هنسيب رابط اسفل الفيديو للحاجات دي محلوله كلها ومتجاوبه. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله. سؤال الاختيارات، واول حاجه بيقول لي would you like نقط كافي، طبعا would you like سم كافي. طب ليه احنا عرفناها بسرعه ان هي سم كده؟ قال لي لان ده هو التعبير ده احنا حفظناه على بعضيه، احنا حفظناه would you like نقط كافي، طبعا would you like سم كافي، فاستخدمها على بعضها. ام فوتبول بلايرز، وطبعا لو جينا من ناحيه الجرامر هو استخدم هنا سم لان ده عرض، والعرض بيستخدم معاه سم. في لعبة الكورة بيلبسوا ايه في كرة القدم؟ طبعا احذية قدم ولا النظارة ولا التنس؟ طبعا بيلبسوا البوتس اللي هي احذية كرة القدم. There is كذا water on the floor، الجملة هنا مثبتة وبيقول لي يوجد بعض الماء على الارضية، طبعا هناخد some لان الجملة برضو ايه
مثبتة. نحن نلعب كرة القدم فين؟ في ملعب التنس ولا في ملعب القدم ولا في حمام السباحة؟ طبعا أكيد طالما إن هي كرة القدم يبقى في البيتش اللي هو ملعب كرة القدم. نقط زي any rice، الجملة هنا على هيئة سؤال وعاوز يقول هل يوجد أي رايس أو أي أرز هنا؟ طبعا استخدم في الجملة دي any، يبقى إذن الجملة دي سؤال. هنبدأ بإيه بقى؟ هنبدأ بإز لأن الرز لا يعد، وطالما إنه ما بيتعدش يبقى بياخد إيه بعديه؟ بياخد إز. نقط are good at walking across the desert. across the، في الأول نمسك كلمة walking اللي هي يمشي. إيه اللي بيمشي بقى في الديزرت في الصحراء؟ طبعا هو بيقول لي هنا اللي بيمشي في الصحراء هو مين؟ هو الجمل معروفة، فبيقول لي الحاجة دي كويسة جدا في ناحية المشي في الصحراء، لما بتمشي في الصحراء بتمشي كويس وبتمشي بسرعة، يبقى أكيد هو كده قصده على مين؟ قصده على الجمل، لأن الجمل هو اللي بيمشي في الصحراء. تمام؟ طيب نقط ار، يبقى دي هناخد كلمة كاملز اللي هي الجمل. The farmer uses his كذا to cut the wood. فارمر اللي هو الفلاح، الفلاح بقى بيستخدم ايه علشان يقطع؟ قط يعني يقطع، يقطع الخشب. طبعا بيستخدم الاكس اللي هو الفأس اللي الولد مسكه وقطع بيه شجرة الفاصوليا. I am bad نقط كاراتي، طبعا الكاراتي لعبة من الالعاب، هو عاوز يقول انا مش كويس في لعبة الكاراتي. فاحنا كان عندنا ثلاث صفات بياخدوا بعدهم كلمة ات اللي هي في good at و bad at و طبعا great at. to collect the seeds عشان تجمع البذور and fruits والفواكه بتاعت النباتات is to نقط زم، يبقى انت كده بتعمل لهم ايه؟ طالما انت بتجمعهم يبقى انت harvest. harvest طبعا يعني يحصد، يبقى انت لما بتجمع حاجة يبقى بتعمل لها ايه؟ بتحصدها. the camel is good at نقط crossing the، طبعا good at على طول بناخد ال ing يبقى هناخد walking. كذلك الجملة رقم 11 good at يبقى برضه هناخد ال ing لان احنا متفقين على كده. طيب great at نفس الموضوع هناخد ال ing. اللي هنا بيقول انا كويس في لعبة الاسكواش لاني نقط الوت، لاني ايه؟ لاني بتدرب كتير، فعاوز ياخد كلمة practice اللي هي يتدرب او يمارس. eating a lot of fruits، لو انت اكلت فواكه كتير يبقى كده انت ايه؟ يبقى انت كده انسان ايه؟ healthy. healthy يعني صحي. my favorite كذا is chicken. chicken دي طبعا الفراخ، والفراخ طبيعي انها تاخد ايه؟ هيبقى معاها food الطعام المفضل، مش هقول بقى الفراخ دي بشربها او بلونها. الحيوانات بتاخد الطاقة بتاعتها لما بتاكل سمك ولا بتاكل رملة ولا بتاكل نباتات؟ طبعا عندنا احنا بعض الحيوانات بتاكل البلانتس اللي هي النباتات. طيب we harvest the chicken، بيقول ان احنا بنحصد التشيك بيز الحمص. when they are لما يبقى لونه ايه بقى؟ بنبدأ حصاد في الحمص لما ياخد انهي لون؟ طبعا لما يبقى لونه براون. براون يعني بني. we don't have نقط onions. onions بصل، كلمة جمع واقدر اعدها، والجملة هنا منفية، هو عاوز يقول ان احنا ما عندناش اي بصل، يبقى هياخد اني لان الجملة منفية. النقط is a place in which، مكان اللي فيه we keep animals، بنربي الحيوانات بتاعتنا. ايه بقى اللي احنا بنحط فيه الحيوانات او بنحبسها فيه عشان ما تهربش؟ ها فاكرين الراجل العملاق كان حابس الدجاجة فيه؟ طبعا في الكيج اللي هي القفص. بعدين بيقول لي علي is very good at كذا، علي كويس جدا في لعبة كذا. طبعا متفقين good at بتاخد بعدها ال ing، كذلك اللي تحتها good at يبقى ing. 22 good at يبقى ing. 4 برضو good at يبقى ing. bad بقى جاب bad بس، يبقى نقول له اسمها bad at وناخد له احنا ايه؟ at. رقم 25 بقى الجزء الثاني من القاعدة، ان هو بيجيب bad at او good at او اي واحدة فيهم، وبعدين بيجيب بعدها ايه؟ بيجيب بعدها الاسم وليس الاي ان جي المراد، لان مفيش اي ان جي في الاختيارات. فهنقول فلان كويس في الهاندبول، في لعبة الهاندبول، مش كويس في الرز ولا كويس في اللحمة. طيب هداية مالك او ملك فازت بالبرونز ميدال، طبعا كلمة ميدال يعني ميدالية، والبنت هنا فازت بالايه؟ بالميدالية البرونزية. طيب dirty water
الجملة رقم 27 can make children and old people نقط. طبعا هو بيقول لي المياه القذرة ممكن تخلي الأطفال والناس الكبار إيه؟ إلا أي حد بيشرب مياه مش نظيفة هتخليه إيه؟ مريض، إلا طبعا يعني مريض. We use air freshers، بنستخدم المعطر الجو علشان نخلي الاير نقط كلينر، علشان نخلي طعم الهواء ولا ريحة الهواء ولا الشعور بالهواء طبعا سميل. The sun نقط energy for plants provides energy for، طبعا الشمس بتعطي او بتمد او تزود النباتات بالطاقة. We can't breathe، ما نقدرش نتنفس because the air is black and toxic، كلمة toxic طبعا يعني سام، فمش هنقدر نتنفس الهواء السام. I love نقط because I am good at doing high kicks، عاوز يقول لي لعبة الهاي كيكس تبع ايه؟ طبعا تبع الكاراتي، لعبة الكاراتي علشان هي اللي بيرفع رجله فيها عالي قوي. I like the story نقط it's nice، انا احب القصة لانها، كلمة بيكوز هنا يعني لان، وتعبر عن النتيجة، فهو بيقول انا احب القصة لانها ممتعة او شيقة. بليز لو سمحت سيف مي فروم ذيس كذا جاينت، عاوز يقول لي انقذني من العملاق ده، العملاق الايه بقى، العملاق الفظيع ولا العملاق الصغير ولا العملاق التيرابول، طبعا تيرابول يعني فظيع، فعايز يقول لي انقذني من العملاق الفظيع. طيب نقط to the mixture into baking dish، هنا بقى mixture الخليط، عاوز يقول لي ايه؟ ضيف، ضيف ولا صب ولا اضرب، طبعا هنا صب الخليط على على الطبق دوت. ماي انكل نقط اكس، عمي بيعمل ايه للبيض وبيروح يبيعه في السوق؟ كولكت اللي هي يجمع البيض اللي يبيعه في السوق. هاو اباوت، طبعا تعبير بياخد بعد منه الفعل اي ان جي، يبقى هناخد كلمه باينج. نقط ذا بسبوسة in the oven for 30 minutes، طالما ال 30 دقيقة يبقى هنا عاوز يقول لي اخبز البسبوسة، يبقى ناخد الفعل بيك اللي هو يدي معنى اخبز. أميرة is good at، برضه قاعدة good at اتكلمنا عنها كتير وقلنا هي بتاخد الفعل اي ان جي، يبقى ناخد كلمة اي ان جي speaking. I am good at نفس الكلام اي ان جي. لارا good at يبقى اي ان جي برضه. بعدين is bad، bad قلنا هتاخد at بعدها لأن هي good at وbad at وbitter at، فهناخد كلمة at. بعدين I would like نقط أورانج، طبعا I would like تعبير بياخد some بعديه، I would like some orange، عاوز بعض. هنا بيتكلم على عصير البرتقال يا ترى ولا بيتكلم عن برتقانة واحدة؟ طالما قال أورانج بس وما قالش أورانج جوس يبقى هناخد an، علشان اعتبار ان هو عايز برتقالة واحدة، فعشان كده هيقول I would like an orange. good at خلاص اي ان جي هنمشي معاها على طول. turn on the oven to get it hot، عايز يقول لي افتح الفرن علشان يسخن، يبقى هنا هناخد كلمة on اللي هي تدي معنى افتح، turn on افتح الفرن عشان يسخن. I am good يبقى هناخد add بعديها. بعدين to not is to pick up something quickly، كلمة grab اللي هي ينتزع او يخطف، لو انت بتاخد الحاجة بسرعة يبقى هناخد كلمة ايه grab هي اللي تدي لي نفس المعنى. what sport are you good at، نفس الكلام add بتيجي في اخر الجملة. بعدين بيقول لي to cut something means to نقط it، انت هتقطع حاجة يبقى معنى كده انك انت تشوب، عاوز يقول لي ان كلمة cut يقطع دي تساوي كلمة تشوب يعني يقطع برضو بنفس الطريقة. what are you bad at نفس الكلام هتاخد at برضو. بعدين احنا بنشتري ونبيع الحاجات منين؟ طبعا من الماركت اللي هو السوق. محمود is good at يبقى ing بنفس الطريقة. رقم 52 a نقط is a glass building، بيقول لي مبنى زجاجي used for growing plants، يستخدم لزراعة النباتات، طبعا ده الجرين هاوس اللي هي الصوبة الزراعية. في لعبة الكاراتيه اللاعبين بيلبسوا ايه؟ طبعا بيلبسوا السوت اللي هي البدلة البيضاء. means to pick something up quickly، تخطف حاجة وتجري بسرعة، يبقى دي اللي اسمها ايه؟ grab اللي هي ينتزع. people swim الناس بتعوم في الايه؟ في السويمينج، سويمينج طبعا سويمينج بول اللي هو حمام السباحه. نقط ذا سيرب، كلمه سيرب دي يعني شراب اللي احنا بنقول عليه الشربات اللي احنا بنضيفه على البسبوسه، طبعا هتاخد معاها الفعل بور اللي هو يصب، صب الشربات على البسبوسه. في لعبه التنس اللاعبين بيستخدموا بولز، كور ايه؟ طبعا اسمها تنس بولز، يعني هي لعبه تنس يبقى كور ايه؟ كور قدم، اكيد كور تنس.
نيفر ثرو نقط ان اور نير اليك اور بيتش. طبعا الجربش دي معناها القمامه او الزباله، اوعى ترمي الزباله جنب او بعيدا عن المكان اللي احنا عايشين فيه. وات ار يو باد، طبعا ات بتيجي عادي بعد باد او بعد جود او باي احد فيهم سواء كان اخر الجمله او اولها. اي ام جود نفس الكلام، اي ام جود ات. ماي سيستر از باد نفس الكلام، يبقى باد ات بيجيب لي مواضع مختلفه لباد وجود. جريت ات بتاخد بعدها الاي ان جي كالعاده زي ما اتفقنا. جود ات يبقى كالعاده برضو اي ان جي. النقط از فيري لارج سترونج بيلدينج، مبنى قوي، اكيد بيتكلم على الكاسل اللي هي القلعه. ايد لايك سم، قلنا الجمله مثبته يبقى لازم تاخد ايه سم. التشيك بيز بولينج تو نقط، التشيك بيز الحمص ينتمي الى الليجيومز اللي هي البقوليات. وين ذا اير از ديرتي، لما الهواء بيتوسخ. وي هاف بروبلمز ويز، بيبقى عندنا مشاكل في الايه لما الهواء بيبقى قذر، طبعا في البريسنج اللي هي عمليه التنفس. بلانتس جيت نقط فروم ذا سن، طبعا النباتات بتاخد الطاقه من الشمس. استخدم كذا عشان تقطع الوتر ميلون البطيخه، يبقى نستخدم النايف اللي هي السكينه. نقط اي هاف سم جرابس، طبعا هنا كان اي هاف التعبير اللي احنا خدناه اللي هو معناه ممكن اخد بعض العنب. نقط از ا برايمري كونسيومر، طبعا كونسيومر مستهلك اولي، يبقى ده الكاتربيلر عشان هي اللي بتاكل النبات. اي وير كذا وين اي دو كراتي، لما العب لعبه الكراتي بلبس السوت اللي هي البدله. التنس بيتلعب اون كورت، كورت اللي هي صاله التنس او ملعب التنس. انا باد ات، باد ات يبقى اي ان جي على طول، كلها اي حاجه فيها باد ات يبقى اي ان جي. هنا بقى بيقول مش قادر يلعب، يبقى دي الهاند بول، ولا مش معقوله مش قادر يلعب في الرز يعني. جود ات يبقى اي ان جي برضو. جود بس يبقى هناخد ات بعدها. جود ات يبقى هناخد اي ان جي، تقريبا المذكره كلها بتلعب على ات والاي ان جي. نقط ذا انجريدينتس المكونات، يبقى ميكس خلطهم ببعضيهم. المانجو نقط ان ايجيبت، طبعا المانجوز جرو بتنمو في مصر. بنطبخ كثيرا من الاشياء زي اللنتل سوب اللي هي شوربه العدس، بس سوب دي يعني صابونه عشان كده سوب اللي هي شوربه باليو. زي كان ايت نقط، هياكلوا ايه، هياكلوا قلعه ولا هياكلوا قفص ولا هياكلوا بينز، طبعا بينز اللي هو الفول. يوسفول انفورميشن ويز اذرز، طبعا هنا بيقول لي شير، شير اللي هي شارك المعلومات مع زمايل. وبلاي سكواش، طبعا هنلعب السكواش في اكيد ملعب الاسكواش. جايب هنا بلاي جراوند الملعب، وجايب بيتش بتاع الكوره، وجايب كورت بتاع التنس، يبقى بتاع التنس ينفع ولا البيتش ينفع، يبقى هناخد كلمه ملعب علشان ايه هي اللي ممكن تمشي مع مين، مع الاسكواش. هنا بقى بيقول لي is very big person، شخص جامد او ضخم، اكيد مين الجاينت العملاق. الفود كذا بيورينا ازاي النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة بتاعتها، طبعا الفود تشين اللي هي سلسلة الغذاء. الباد دريم is called، الحلم الوحش بنسميه ايه نايت مير، اللي هي تدي معنى كابوس. الكيميكالز المواد الكيميائيه الضاره بتخلي الميه ايه، طبعا بتسبب للميه بلوشن يعني تلوث المياه. ايه وات سبورت، ايه الرياضه اللي انت جود ات. بعدين التريشري كونسيومرز، التريشري اللي هم ما بعد الثانوي اللي هو الدرجه الثالثه، بياكلوا حيوانات ايه، بياكلوا حيوانات كبيره طبعا. طيب المونكيز ار جود ات زي ما احنا متفقين. عمرو از باد ات اي ان جي، هنا بقى بيقول لي عشان نقطع حاجه منز انك انت، طبعا هنا عايز يربط كلمه كات بكلمه اتشوب. بعدين هوا باوت بتاخد بعدها الاي ان جي. السكندري كونسيومرز بياكل حيوانات كبيره ولا صغيره، طبعا ناخد بيج بقى، بيج انيمالز اند انسكتس، حيوانات ايه كبيره. طبعا الناس كلها تجري على كده، لا طبعا بياكل سمول انيمالز، الحيوانات الايه الصغيره. ذا رين از اسيد، الحمض المطر هو حامض. It has نقط in it، اكيد هيبقى فيه كيميكالز هي اللي بتخليه كده. I am good at reading but I am not at drawing، طالما هو كويس في حاجه يبقى وحش في الحاجه التانيه عشان استخدم but. بعدين بيقول لي نقط useful information with others، طبعا شير يعني شارك المعلومات مع زمايلك. احنا بنشتري وبنبيع الاشياء فين، في الماركت اللي هو ذا صن بروفايدز كذا فور بلانتس تو جرو، الشمس بتدي ايه النباتات عشان تنمو، طبعا الانرجي الطاقه. اي ونت تو ذا زو، رحت الزو يسترداي اند اي سو نقط اليفانت، طبعا الفيل حاجه واحده يبقى هياخد او ان، بما انه بادئ بمتحرك يبقى هياخد ايه ان. ركزوا دايما في اس في الاخر ولا مفيش كده، لو لقيت اس يبقى هاخد سام او اني،
طالما ان هي حاجه تتعد، اما ان هي لو حاجه ما تتعدش يبقى تنفع برضه مع صمويني زي الووتر زي الرايس زي العدد زي الحاجات دي، لكن طالما حاجه ما تتعدش يبقى الشغل على اوقات بس. وي ار باد يبقى باد هتاخد اد بعدها. هدايا ملك كانت ذا ايجيبشن فلاج، اه البنت اخذت العلم وايه وشالته. مريم از جود ات اي ان جي. تريجري كونسيومرز ايت لارجر انيمالز، بياكلوا حيوانات كبيره شويه. I have a chocolate too اللي هي ايضا تيجي في اخر الجمله، يعني انا برضو بحب الشوكولاته ايضا. I'd like some بقى تخش على اسم الجمع، يبقى اخد اللي فيها الاس اللي هي العنب. I use my كذا to play squash، طبعا الراكت اللي هو المضرب عشان العب سكواش. هو هنا مش جايبها، جايب دي نضاره السباحه ودي نضاره شمسيه ودي سود بدله، هنقول له كده كده الكلام ده غلط، احنا عايزين هنا كلمه ايه؟ كلمه راكت اللي هي المضرب علشان هي اللي بتيجي مع لعبه التنس ولعبه الاسكواش. يبقى انا هكتب هنا راكت بالشكل ده. بعدين جود ات، خلاص نمشي على الاي ان جي زي ما احنا ماشيين. الكينج ليف ان ا، الملك هيعيش في ايه؟ في قصر، سواء كان ملك او ملكه بيعيشوا في كسل قلعه او قصر يعني. بعدين being in a swimming pool اللي هو حمام السباحه. let's go to the beach، نروح البيتش بقى، يبقى كده نروح الايه؟ الفوتبول بيتش اللي هو ملعب كره القدم. we need، احنا محتاجين نقط after our plant، واحنا we need to look، احنا look عشان تدي معنى look after يعتني بيه، محتاجين نعتني بالبلانت، بلانت هنا الكوكب بتاعنا.